طبعا تذكروا انه ممكن سيستم يكون كنترولبل واوبزرفبل، ممكن يكون كنترولبل وان اوبزرفبل فول، يعني فول ستيت، وممكن يكون فول ستيت اوبزرفبل وما يكونش كنترولبل، وممكن لا يكون لا كنترولبل ولا اوبزرفبل. ممكن الاربع حالات كلها ممكن. اذا هاي هلا بدنا نفحص تشيك اون كنترولبيليتي اوبزرفبيليتي. ناخذ الماتريكس هاي ايه تساوي ناقص واحد ناقص اثنين ناقص اثنين زيرو ناقص واحد 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 زيرو ناقص واحد، وعندي b تساوي اثنين زيرو واحد، c تساوي واحد واحد زيرو، d تساوي زيرو واحد. واضح انه هذا السيستم one by one، one input one output، one input one output، single input single output. بنعمل check على controllability. في controllability matrix M قلنا بتساوي B، في هاي الحالة راح تكون AB و A square B، مش هيك؟ وال observability matrix راح تكون C CA CA B، مظبوط؟ فB عندي موجودة، هلا بدي أحسب AB اي بي راح تساوي عندي، راح اخذ هذول في هاي راح تعطيني، ولا اكتب الارقام مباشره. عندي اي بي راح تطلع معي ناقص 4 1 1 اي سكوير تساوي ناقص 1 4 2 1 1 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1. في حاجه امشي بالتفاصيل هاي؟ يعني راح نقولها هون عشان نستفيد من الوقت، لانه واضح هاي بتعرفوا كيف تطلعوها، مش تعرف تضربوا a سكوير وتضربوا a في a سكوير في b والاشياء هاي. ال a سكوير دكتور بروح تسلب عندي. نعم ال a سكوير فيها غلط، حاطها زي ما هي، ناقص 1 4 2 1 1 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 مضبوط. بعدين عندي بصير هلا a سكوير b تطلع 0 0 ماينس، فصار عندي b موجودة ab موجودة و a سكوير b موجودة. في الكنترولابيليتي ماتريكس m بدها تساوي، راح احط اول اشي b 2 0 1، بعدين راح نحط ab ناقص 4 1 1، بعدين راح نحط a سكوير b 0 0 ماينس 5. انا هذه بالحالة هاي سكوير ماتريكس، فمباشرة حتى افحص ممكن اقول هل هي سنجولر ولا مش سنجولر. لو انها ما كانت سكوير ماتريكس بدي ابدا افتش على الرانك، فهي الرانك اذا الرانك تبعها هاي 3 معناها المفروض الديتيرمنت تبعتها تكون مش زيرو. ناخذ اي فحص مثلا من الفحوص عشان اتاكد بس اني كتبتها مظبوط، مظبوط مكتوبه من هون. فناخذ مثلا ام شو ممكن يساوي 2 في الديتيرمنت تبعت هاي، هاي بتصير ناقص 5 ناقص ناقص 4 يعني زائد 4، بضل عندي هون 0 0، وبعدين اخر شيء عندي هاي 0 بتطلع ناقص 10. يعني هاي حليناها كانه هاي حليناها كنا حالينها، انا مش متفهم. حليناها. طيب والاوبزرفابيلتي تبعتها حليناها؟ لا. طيب اذا هاي الكنترولابيلتي، اذا هذا السيستم هون فولي ستيت كنترولابل، فولي ستيت كنترولابل يعني بقدر اتحكم بالثري ستيتس بتحكمي بالانبوت. طيب ناخذ الاوبزرفابيلتي، الاوبزرفابيلتي سي موجوده عندي، بدي اطلع الان CA، CA بتطلع ناقص 1 ناقص 3 ناقص 1، وبعدين CA سكوير بتطلع معي 0 5 0 5 0. انا اختصرت هذا، فبيطلع عندي الكنترولابيلتي ماتريكس انا بستعملها مرات O مرات N، بستعملها N هون 1 1 0 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 1 0 5 0. ناخذ الديتيرمنت نفس الشيء هاي لانها سكوير، عمالي بفتش هل الرانك تبعتها 3 ولا اقل من 3، او هل هي سنجولر او مش سنجولر، قديش الديتيرمنت تبعها. فلو اخذنا الديتيرمنت بدينا من هون عندي 1، هون راح يكون عندي ناقص ناقص 5 مش هيك، زائد 5 ناقص 1 مضروب في 0 وزائد بعدين 0، فبيطلع عندي هون 5 لا يساوي 0. اذا السيستم فولي state observable. اوكي ماشي.